نحن تزوجنا. ها؟ ما حدا رح يتجرأ يلمس مرتي غيري أنا. شو عم تعمل؟ اسكتي! أنا أنقذتك من هداك السخيف. في عندي شغلات محضرتها لإلي ولساهيل بمناسبة السنة الجديدة. أنا محضرة كتير شغلات. ساهيل؟ أنت وين كنت؟ ايه عمتي بيملا، هي بانكيت. بانكيت؟ مين بانكيت؟ انا بانكيت. ساهيل حط عقد الزواج على رقبتي اليوم، والصبغه الحمراء على جبيني. انت شو قصدك يا بنت؟ هي شو عم تحكي؟ فيديكا، يعني مثل ما بتعرفي انه عضو الجمعية تيجي براتاب سينغ كان بالاخبار هي الفترة. ايه، وانخطفت بنته، وهي بتكون بنته. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.